يقول السائل: ما حكم لبس الطاقية الذي لا يعرف من عرف هذا المكان؟ نعم ما حكم لبس الطاقية نعم التي لا يعرف أنها من عرف هذا المكان؟ هل فيها تشبه؟ الطاقية من اللباس، من اللباس، واللباس مباح، تلبس طاقية أو عمامة أو شماغ أو غترة، لا بأس، هذا لباس، اللباس مباح الحمد لله، سواء كان من عادة البلد أو ما هو من عادة، لا بأس، هذا اللباس مباح في أي مكان، تغطية الرأس بالعمامة أو بالطاقية أو بالغترة أو غير ذلك من الألبسة المعدة للرأس لا بأس بذلك. نعم.